وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد العزيز محمد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. بداية دكتور، مرحبا بك ضيفا معنا في الاستوديو، ولو تخبرنا عن دور الذي تتطلع إليه الأكاديمية في دعم قطر للمال والأعمال في الدولة. يعطيكم العافية، وأنا سعيد بوجودي هنا. حقيقة اليوم الأكاديمية يعني هي الأكاديمية الوطنية اللي أنشئت من قبل الدولة وتحت مظلة مركز قطر للمال والأعمال لخدمة القطاع المالي والمصرفي. عندما نتكلم عن القطاع المالي والمصرفي مثل ما ذكر التقرير، نتكلم عن القطاع البنكي، قطاع التأمين وإعادة التأمين، قطاع سوق الأوراق المالية، وكل الأجهزة والمؤسسات اللي تعمل في هذا القطاع بشكل عام. نقدم العديد من البرامج، ولكن نركز على البرامج التدريبية التأهيلية والشهادات المهنية اللي تتمنح من قبل جهات دولية مانحة لمثل هذه الشهادات. نقدم التدريب ونقدم الاختبارات وصولا إلى الحصول على هذه الشهادات المهنية في جميع التخصصات المالية والمصرفية. طيب دكتور، أبرز خطط برامج الأكاديمية للعام الجاري إن شاء الله. اليوم احنا في خطة 2014 نقدم يعني سلة من البرامج. يعني العام الماضي قدمنا 120 برنامج تدريبي للعديد من الجهات في المالية والمصرفية في الدولة. السنة هذه راح نصل إلى تقديم 180 برنامج تدريبي تتوزع بالتخصصات المختلفة وبالمستويات المختلفة، مع تركيزنا على الشهادات المهنية مثل CFA والCPA والCMA، وهذه الشهادات اللي لها قيمة سوقية عالية ولها تأثير على الأفراد وعلى المؤسسات اللي تتعامل مع خريجين والحاصلين على مثل هذه الشهادات الدولية. فتركيزنا راح يكون على مثل هذه الشهادات وعلى المجالين، على المستويين، على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسات اللي حابة تستفيد من خدماتنا وبرامجنا. طيب دكتور، كوادر، موضوع كوادر من أبرز البرامج الموجهة للشباب القطري، لو تعطينا نبذة عن هالبرنامج. أنا سعيد حقيقة بالحديث عن كوادر، لأنه هو برنامج مشترك بين مركز قطر للمال والأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال، لتبني مجموعة من الشباب القطري من الجنسين بنين وبنات لتسيرهم لسوق العمل. يعني أخذناهم من سنة رابعة في الجامعة وحديثي تخرج، وأعطيناهم برامج مهنية استمرت لمدة 6 شهور. هذا البرنامج المهني كان فيه جزء منه عبارة عن مهارات شخصية، جزء منه كان عبارة عن اللغة الإنجليزية للقطاع المالي والمصرفي، وجزء منه عبارة عن شهادتين من الشهادات المهنية. فتخرج عندنا الشاب يمتلك الشهادة الأكاديمية ويمتلك الشهادات المهنية والمهارات الشخصية اللي يحتاجها سوق العمل. احنا بنكون ان شاء الله خلال اسابيع قليلة سيتخرج اول دفعة من برنامج كوادر، ومن الشهر الجاي راح نعلن الاعلان للتبني مجموعة جديدة من الشباب والشابات اللي حابين يدخلون هذا القطاع لدورة ثانية من دورات كوادر. طيب دكتور، بالنسبة نتكلم عن موضوع الشباب القطري، هل أنتم الأكاديمية تساعدهم للبحث عن فرص عمل مثلا في الوظائف الخارجية مثلا بالنسبة للأكاديمية؟ أنا دائما أقول، ونحن ننادي في برنامج كوادر رفعنا شعار التقطير النوعي. التقطير النوعي معناه القطري المناسب بالمهارة المناسبة في المكان المناسب. احنا اليوم لو ساعدنا الشاب مش على الحصول على وظيفة، لو ساعدنا الشاب يكون عنده التأهيل المناسب، الوظيفة راح تجيه. فاحنا هذه الفلسفة اللي متبنيها، لذلك ال 14 شاب اللي موجودين عندنا اكثر من 5 جهات هم جو يطلبون مقابلة مع هذول الشباب اللي موجودين في هذا البرنامج. وهذا ينطبق على جميع المجالات. إذا احنا استثمرنا في تدريب وتأهيل هذول الشباب، لن نحتاج ان احنا نساعدهم للبحث عن فرص عمل. فرص العمل اللي راح تجيهم، والمطلوب منهم الانتقاء بين الفرص العمل اللي راح تكون موجودة. سوق العمل محتاج ومتعطش للكوادر القطرية المؤهلة والمدربة والجاهزة. هذا اللي احنا قاعدين نسويه، عبارة عن برنامج احنا نسميه جسر للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، والحمد لله هذا ثبت من خلال أول دفعة تبنيناها خلال الفترة الماضية. نتمنى للشباب اللي راح يتخرجون التوفيق إن شاء الله. الدكتور عبد العزيز محمد الحر، رئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. يعطيكم العافية، وأنا سعيد بوجودي هنا. تستحوذ شركة قطر